طب مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة النهار نستهلها كالعادة بأبرز عناوينها. طلاب وطالبات المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام ينهون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول حضوريا وعن بعد. بعد توقف أعمارها لسبع سنوات اتحاد الغرف التجارية السعودية يعيد تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام. وبعد أربعة أيام دخول فصل الشتاء في المملكة واستمرار الحالة المطرية على عدد من المناطق. ارتفاع أسعار المياه في محافظة ميسان تتراوح بين 240 و360 ريال. بعد مشاركته بمكتبته الصغيرة الشاب إبراهيم يحصل على جائزة مسابقة بلدية ساو باولو في البرازيل. أهلا بكم. تبدأ اليوم إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة 10 أيام، حيث أنهى طلاب وطالبات المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول حضوريا وعن بعد. هذا وتواصل المدارس استكمال رفع النتائج على نظام نور وفق آلية محددة وضعتها وزارة التعليم. تواصل شؤون الحرمين تقديم العديد من الخدمات والبرامج لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما يواصل المعتمرون والمصلون التوافد إلى الحرم المكي وسط أجواء روحانية ووفقا للإجراءات الاحترازية. ينضم معنا من باحات المسجد الحرام في مكة المكرمة مراسل الإخبارية باسل ممدوح. أهلا بك باسل، مساء الخير. إذا الإجراءات تقام لاستقبال وتوافد المعتمرين والزوار على المسجد الحرام، أبرز الاستعدادات باسل حتى الآن؟ في البداية أول شيء أهلا وسهلا فيك عزيزي أحمد وبالسادة مشاهدي قناة الإخبارية. بالتأكيد نحن الآن نقف هنا في المسجد الحرام تحديدا في ساحاته لنشاهد هذه الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية وتحديدا كذلك رئاسة شؤون الحرمين وجميع القطاعات الحكومية المشاركة في هذه الخدمات. اليوم رئاسة شؤون الحرمين أعدت خطط كبيرة لاستقبال العدد الكبير من المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام وأروقته ليكونوا داخل بيئة آمنة وصحية. طبعا نشاهد كذلك الجميع هنا يلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الجسدي داخل ساحات المسجد الحرام وأروقته. لنعيش الجو أكثر، اليوم معنا أحد الضيوف الواقعين هنا معنا في المسجد الحرام. يتفضل في البداية وشهلا وسهلا فيك معنا على شاشة الإخبارية، عرفنا بنفسك مين معنا. معك محمود إن شاء الله رب العالمين. أهلا وسهلا فيك، حياك الله. من وين أخوي محمود؟ من مصر إن شاء الله، مصر العزيزة إن شاء الله. جميل، كيف تشاهد هذه الخدمات المقدمة لك داخل المسجد الحرام وساحاته وأروقته المقدمة من الحكومة السعودية وكذلك تحديدا من رئاسة شؤون الحرمين؟ والله الشكر لله عز وجل ثم لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، بارك الله في عملهم وطال الله في عمرهم على كل ما قدموه من جهود المسجد الحرام النبوي والمسجد النبوي الشريف. ما شاء الله كل الامور طيبه وكل حاجه متاحه بفضل الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين كل شيء بيمر بيسر وتسهيل بامر الله عز وجل. حاب اعرف كيف شعورك وانت تناظر للكعبه المشرفه؟ والله العظيم هو شعور طيب جميل، وادعو الله عز وجل ان يرزق كل مشتاق ان شاء الله لبيت الله الحرام أن يرزقه عمره وحج. وما شاء الله يعني مكان ما شاء الله تبارك الله
حاجة فخمة وحاجة عظيمة إن شاء الله رب العالمين. كيف بعد انقطاع طويل دام في المسجد الحرام بسبب جائحة كورونا، كيف اليوم هي المشاعر تصفها للناس؟ والله هي الحمد لله رب العالمين، هنا وزارة الشؤون الحرمين أيما بدورها على أكمل وجه بصراحة يعني، وإن شاء الله تبارك الله الاحتراضات اللي ماشيه 100% وكل حاجه بفضل الله ماشيه تمام والله. الان بعد لحظات يقام صلاه العصر من داخل المسجد الحرام، مشاعرك وانت تصلي صلاه العصر اليوم في المسجد الحرام؟ ان شاء الله والله انا في قمه السعاده وشعور عظيم يعني بفضل الله عز وجل، ولا توفيق من الله عز وجل ان ربنا كتب لي عمره الحمد لله وصلاه فرض الله عز وجل في بيت الله الحرام. يعطيك العافيه. طبعا معنا كذلك احد الضيوف الاخرين. في بدايه وشي اهلا وسهلا فيك معنا، تفضل عمي معنا على شاشه الاخباريه. بنعرف اول شيء كيف مشاعرك ومن وين اخوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ان المعتمر عبد الكريم خلف صالح حسن الجميلي من العراق كركوك. حياك الله فيك وفي أهل العراق كذلك. كيف هي مشاعرك اليوم وانت داخل المسجد الحرام وانت تناظر الكعبة المشرفة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاعرنا تغمرنا الفرحة والبهجة والسعادة والسرور، والحمد لله هناك إدارة جيدة وخدمات جيدة جدا ولله الفضل. نشكر القائمين في هذا الحرم المبارك الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيح عن بلدنا وبلاد المسلمين البلاء والوباء والهم والفقر. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك، إنا جئنا إليك هنا معتمرين نطلب العفو والعافية منك يا أرحم الراحمين. ندعو للإسلام والمسلمين الأحياء منهم والأموات بالرحمة والمغفرة، إنه على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. ندعو للعراق مرة ثانية لأنه يمر بمحنة كبيرة. جميل. يمر بوباء ويمر باختلاف ويمر بمرض الطائفية. اللهم أزحنا وأزح عنه هذا الوباء وهذه الطائفية، وأن يهيئ له حكاما يحمونه ويرعونه ويسددون خطاه بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله تعالى. حاب أعرف كيف مشاعرك الآن وبعد لحظات تقام صلاة العصر في المسجد الحرام؟ والله أنا فرحان جدا، وناوي سبحانه وتعالى إن شاء الله الله يسر لي أن أدخل الحرم وأطوف، أجرها لوالدي وأجرها إن شاء الله ثابت بإذن الله تعالى. والله الحرم والقائمين بالحرم والقوات الأمنية في الحرم ما شاء الله تبارك الله يعني قائمين بواجباتهم ويحترمون الحجاج والمعتمرين، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. شكرا لك. شكرا لك، كنت معنا ضيفا على شاشة الإخبارية. قناة الإخبارية نشكرها على هذا الجهد وعلى هذه اللقاءات التي توصل مشاعر الحجاج والمعتمرين إلى ذويهم وإلى بلدانهم، فنشكركم جدا ونشكر هذه القناة المباركة وبارك الله بكم. شكرا لك. طبعا كما تشاهد عزيزي أحمد بالتأكيد الصورة لك اليوم، نحن نقف هنا في المسجد الحرام تحديدا وساحاته لننقل لكم هذه الصورة المعبرة من المعتمرين والمصلين الذين يأتون إلى المسجد الحرام من شتى أقطار الأرض. نشاهد هنا الجميع يتواجد في بيئة آمنة وصحية. طبعا عودة لك عزيزي أحمد في الاستديو. يعطيك العافية باسل، شكرا لك باسل على نقل هذه الصورة وهذه المشاعر لزوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة، ونسأل الله أن نتقبل منهم عمرتهم وأيضا هذه الزيارة. شكرا لك باسل ممدوح من المسجد الحرام في مكة المكرمة. شكرا لك. شكرا. طلبت وزارة البيئة والزراعة والمياه التنسيق معها قبل تنفيذ مشاريع التشجير، ووجهت الوزارة طلبها للجهات ذات العلاقة في المناطق لضرورة أخذ موافقتها قبل تنفيذ المشاريع.
التي تشمل تشجير الحدائق أو الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وساحات المنشآت الحكومية المدنية والعسكرية، وشددت على ضرورة أن تكون الأشجار والشجيرات في جميع مناطق المملكة بحسب طبيعة كل منطقة والأنواع الملائمة للتشجير فيها، وعدم زراعة أي نوع من الأشجار لا تتفق مع بيئة المنطقة وطبيعتها. مشاهدينا حول هذا الموضوع، يسعدنا يكون معنا في الاستوديو المهتم في البيئه الدكتور فرحان الجعيدي. اهلا بك دكتور فرحان، مساء الخير. اذا هذا التوجيه من قبل وزاره البيئه ووزاره البيئه والزراعه والمياه لجميع الجهات الحكوميه او الوزارات ذات العلاقه في هذا الموضوع، كيف تنظر لاهميته ويعني منطلقات هذا التوجيه؟ طبعا التوجيه هو ينطلق من توجيه المقام السامي بحصر يعني التشجير في مسؤولية وزارة البيئة، ولذلك توجيه المقام السامي يطلب من الجهات المعنية الجهات الحكومية الأخرى بالتنسيق مع وزارة البيئة في إجراءات التشجير في المدن وخارج المدن. لكن الآن على وزارة البيئة أيضا أن تقدم تصنيف لهذه الأشجار الملائمة لكل بيئة من بيئات المملكة. المملكة ما شاء الله قارة، ولذلك يتطلب طبعا هالأقاليم في المملكة العربية السعودية والمناطق أن يكون لها نباتاتها المصنفة والموضوعة في دليل يرجع له صاحب القرار على مستوى المجلس البلدي أو على مستوى البلدية أو على مستوى. إذا كان مفترض قبل هذه المطالبة أن يكون هناك يعني دليل إرشادي من قبل الوزارة. بالضبط، الهيئة الملكية لمدينة الرياض هناك دليل إرشادي لنباتات الرياض معلن وموجود في الإنترنت وموجود في الموقع الرسمي. وزارة البيئة الآن بما أنها طلبت من الجهات الأخرى وضع الأشجار المناسبة لكل مدينة أو كل بيئة من بيئات المملكة أن يكون هناك تصنيف يتم الرجوع له في خلال من قبل هذه الجهات. جميل. دكتور، البعض ممكن يقول لك والله الأشجار وش المشكلة، يعني هي في النهاية لها فوائد يعني عديدة، دون أن ندخل في التفاصيل، لماذا الوزارة وجهت بهذا التوجيه؟ هل هناك أشجار قد تكون لها ضرر مثلا على بعض المدن أو بعض المناطق تواجدها فيها قد يضر أكثر من فائدتها؟ لماذا هذا التوجيه تحديدا وهذا التنسيق؟ طبعا البيئة تهدف إلى التنمية المستدامة لهذه الأشجار، يعني أنا لما أزرع الأشجار هناك تبعات مالية وتبعات بيئية لهذه الأشجار، فلذلك وضع الأشجار المناسبة في المكان المناسب يضمن ديمومة هذه الأشجار والاستفادة القصوى من فوائدها التي ستعود على المجتمع وعلى البيئة بشكل عام. جميل. هل هناك بعض الأشجار دكتور غير مناسبة مثلا للمدن نشاهدها في مدننا طبعاً، ومناسبة لأماكن أخرى مثلا خارج المدينة، وهناك أيضا أشجار العكس؟ أي مثلا الأشجار ذات الطبيعة الشوكية، يعني الأشجار الشوكية لا تتناسب مع طبيعة المدن، لا يمكنك تضعها في الحدائق، لذلك أنا أعتقد أنه المكان المناسب لها وهي بيئة صحراوية يعني تتحمل الجفاف، لذلك وضعها في الأودية والمنتزهات الوطنية خارج المدن هي المكان الملائم، مثل أشجار الطلح والسلم والسمر، هذه من في بيئاتها معروفة ويمكن إكثارها. والمنتزهات يعني المنتزهات الوطنية اللي حول الرياض الآن وزارة البيئة أعتقد أنها قامت بجهود بالتنسيق مع الجهات التطوعية الجمعيات التطوعية بزراعة مثل هذه الأشجار المناسبة، لكن في داخل المدن هناك كثير من الأشجار المناسبة لبيئة هذه المدن. مثلا إذا لو نأخذ مثال أبها، هناك بعض الأشجار المستوردة يعني تتناسب مع بيئة أبها ونجحت في استزراعها
مدينة أبها، وأصبحت من العلامات الفارقة في هذه المدينة مثل شجرة الجاكراندا، ولها موسم إزهار، أصبح موسم الإزهار لهذه الأشجار منطقة جذب سياحي لكثير من المواطنين والمقيمين، فأصبح هناك أجواء ملائمة لهذه الأشجار توفرت في مدينة أبها. لا يمكن أنك توفر هذه الأجواء في مدينة الرياض أو في المدن الساحلية التي تحتاج التي فيها درجة رطوبة عالية. فهناك أشجار تلائم البيئات المختلفة في المملكة، لذلك يعني يجب أن يكون هناك تصنيف لهذه الأشجار بما يتلائم مع. جميل دكتور، بحكم اختصاصك في البيئة، يعني شاهدنا قبل فترة أو قبل أشهر انتشار مقطع الفيديو لأحد الأشخاص وهو يتحدث عن شجرة، لا أذكر المنطقة التي انتشرت فيها هذه الشجرة، لكنه تحدث أنها انتشرت انتشار كبير وهي من الأشجار التي تقاوم الحرارة، لكنها في المقابل تؤدي إلى الضرر بأشجار أخرى يعني من بيئة هذه المنطقة. هل هذا الكلام صحيح أنه بعض الأشجار تحيا على انقراض أو القضاء على الأشجار يعني التي من بيئتنا؟ هي طبعا أعتقد أنك تقصد شجرة البرسوبس اللي تداولوا فيها، صار فيها نقاش حول هذا الموضوع، وهي من الأشجار الغازية والتي أصبحت تمثل مشكلة بيئية عندنا في كثير من المناطق. وهناك رأي علمي يعني يدافع عن هذه الشجرة، وأنها شجرة دائمة الخضرة، وأنها يعني ممكن أن تساهم في تشجير الصحراء، وممكن تساهم في إيقاف الزحف الرملي، وممكن الاستفادة منها. وهناك آراء مناقضة ترى بأنها شجرة ضارة بالبيئة، ويعني تقتل النباتات التي حولها، وكذلك تفرز إفرازات مضرة، لكنها تقاوم الجفاف. في المحصلة النهائية هي تقاوم الجفاف. إحنا لا نريد أن نقف عند هذه الأشجار التي أصبحت يعني مثار خلاف، وننتقل إلى أشجار ملائمة للبيئة. لابد أن يكون هناك أشجار ملائمة. إحنا اليوم أمام مبادرة السعودية الخضراء، وأمام مبادرة لزراعة 10 مليار شجرة، وهناك مستهدفات تستهدفها المملكة العربية السعودية من هذه الزراعة، هي مستهدفات بيئية، وكذلك انعكاساتها على المستوى العالمي ستكون انعكاسات إيجابية في امتصاص الغازات، غازات الاحتباس الحراري، وهذا ما نتمنى أن نصل إليه في الهدف من التشجير. إحنا اليوم نرى حراك على مستوى مدينة الرياض، الكل يشاهد الشوارع ما شاء الله تكتظ بالأشجار الآن، وأصبحت هناك أشجار وارفة الظلال، والحدائق بعد أن كانت حدائق يعني تقريبا جرداء من الأشجار ليس لها ما شاء الله اسمها فقط. نعم أنا أشكرك دكتور فهد، الدكتور فرحان، الحديث معك جميل وخصوصا في موضوع البيئة والأشجار، لكن الوقت انتهى، وقت هذا اللقاء. المهتم في البيئة الدكتور فرحان الجعيدي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم. وقعت جامعة المعرفة وجامعة الطائف اتفاقية تعاون، والتي تعد أول اتفاقية تعاون بين جامعة حكومية وجامعة أهلية في المملكة في مجال البحث العلمي. وتأتي هذه الاتفاقية ترجمة لجهود المملكة التي أولت اهتماما في البحث العلمي والابتكار، حيث تتصدر المملكة دول الشرق الأوسط في مجال النشر العلمي خلال جائحة كورونا. نتحدث أكثر عن هذه الاتفاقية مع ضيفتنا عبر الهاتف، رئيس جامعة المعرفة البروفيسورة ابتسام الماضي. أهلا بك دكتور ابتسام، مساء الخير. خلينا نتحدث عن هذه الاتفاقية بينكم وبين جامعة طائف، أبرز بنودها وأبرز أيضا الأهداف من هذه الاتفاقية. السلام عليكم، حياكم الله، الله يعطيكم العافية. احنا سعيدين جدا في جامعة المعرفة، وسعيدة بالتكلم عن بالنيابة عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور وليد أبو الفرج ببنود هذه الاتفاقية اللي هي الأول من نوعها في التعاون بين جامعة حكومية وجامعة أهلية بهذا الصدد. وهذا طبعا يأتي ضمن توصية أو توجه الجامعة لتحقيق أهداف القيادة الرشيدة وتوصيات خادم الحرمين الشريفين ولي عهده حفظه الله في تميز البحث العلمي في المملكة واحتلال الجامعات السعودية أماكن مرموقة في التصنيفات العالمية. وطبعا هذا برضو يعزز التعاون والتكامل والتبادل المعرفي
بين الجامعات السعودية في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات المتميزة للارتقاء بالعمل لخدمة الوطن والمواطنين. جميل. فيما يتعلق دكتورة يعني هذه الاتفاقية، ما الذي ستركز عليه بينكم وبين جامعة الطائف؟ هو ترتكز الاتفاقية على دعم البحث العلمي بجميع أنواعه، وطبعا جامعة المعرفة من الجامعات الطبية التي ترتكز على الأبحاث الطبية في الطب والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية، وطبعا الدعم هذا لتشجيع قطاعات البحث، واحنا شايفين الدعم الحكومي للبحث العلمي بشكل عام واللي خلى يعني من أهم النتائج حق البحث العلمي الأبحاث الكثيرة اللي صدرت في المملكة تقريبا بحدود 33 ألف بحث في عام 2020، وهذا تعدى المستهدف في ذاك السنة. فطبعا ما شاء الله تبارك الله حتى في مجالات الكورونا الأبحاث عن وباء كورونا في المملكة، احنا أتينا في المرتبة، صدرنا الجامعات والبلدان العربية وتصدرنا برقم 14 عالميا في الأبحاث حق كورونا، وأيضا يأتي المزيد، وهذه كلها ساعدت على احتواء الوباء والقضاء على الجائحة بشكل متميز. فطبعا هذه كلها بدعم من الحكومة الرشيدة وبدعم من جامعات المعرفة وبالتعاون بين الجامعات الحكومية والأهلية للارتقاء بالبحث العلمي بشكل عام. جميل. دكتورة أعتذر منك، اللي عرفتك برئيسة جامعة المعرفة وأنت مستشارة للجامعة، صحيح هذا؟ نعم. فيما يتعلق بأهمية البحث دكتورة أو هذه الاتفاقيات في الجامعات الأهلية والجامعات الحكومية، كيف تنظر لأهميتها ودوره في تنمية مجال البحث العلمي لدينا في المملكة؟ طبعا احنا عارفين انه الامم كلها بتنهض بالبحث العلمي، ويعني ترتقي بتحويل الاقتصاد الى اقتصاد معرفي بالبحوث وبالابتكارات العلمية. فلذلك المملكة اولت جهود كبيرة ورؤية 2030 اولت البحث العلمي للابتكار اهمية كبيرة جدا، فصار في تحولات كثيرة بدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده للبحث العلمي، ومن ثمارها طبعا إنشاء هيئة باسم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والتي يعني تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء. فكان في من إحدى مبادرات 2030 أن تتصدر الجامعات السعودية أو على الأقل 5 جامعات سعودية من أعلى تصنيفات العالمية من ضمن أفضل 200 جامعة عالميا. وهذا السباق بين جامعات العالم بأسره، ما شاء الله تبارك الله تصدرت المملكة العربية السعودية بجامعاتها الكبرى أماكن مرموقة، والآن بدأت الوزارة وبدأ الاهتمام بالجامعات الأهلية لأن تواكب هذا الحراك وتتعاون مع الجامعات الحكومية، ولذلك يعني تأتي يعني باستشارات من الجامعات الأخرى وبالتعاون والتبادل ما بين الجامعات الحكومية والأهلية حتى نرتقي جميعاً بهذا التصنيفات العالمية ونصل إلى المطاف في الدول الكبرى. مستشار رئيس جامعة المعرفة البروفيسور ابتسام الماضي، شكرا لك. تحدث مشاهدينا في الدقائق القادمة عن إغلاق السوق المالية وكذلك أبرز الأخبار فيما يتعلق بالسوق مع الزميل ياسر شويرخ. أهلا بك ياسر، مساء الخير. أهلا فيك أحمد، يعطيك العافية. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في اغلاق السعود لاخر جلسات هذا الاسبوع لهذا اليوم، حيث اغلق المؤشر باللون الاحمر عند مستوى 11299 نقطه، منخفضا ب 69 نقطه، اي ما يعادل ب 62% السوق يتراجع في مزاد الاغلاق باكثر من 40% او ب 40 نقطه، واغلق قبل المزاد على ارتفاع
الارتفاع عند 11344 نقطة، وبعد المزاد أغلق على تراجع ب 11299 نقطة. أيضا شهد السوق اليوم صفقتان خاصة أو خاصتان على تشيب بنحو مليون سهم ب 3.13% من أسهم الشركة، وصفقة على اللوجين بنحو 81700 سهم. أيضا سجلت الشركة مشاهدين أسمنت اليمامة أدنى سعر منذ عام أو منذ عام عند 26 ريال وثلاث هلالات. أيضا مشاهدي الكرام، ملخص السوق اللي هذا اليوم المؤشر يغلق باللون الأحمر على انخفاض ب 69 نقطة ب 11299 نقطة، وما يعادل ب 62%. أيضا مشاهدين الحجم بلغت ب 140 مليون، والقيمة بلغت ب 5 مليارات و 537 مليون. أيضا عدد الصفقات المنفذة كانت 277 صفقة، والشركات الرابحة كانت 90، وأيضا الخاسرة 105 شركات، والثابتة على 9 أو على 9 شركات ثابتة لا زالت. أما مشاهدين الأكثر الشركات الأكثر الارتفاعا لهذا اليوم، الأكثر ارتفاعا نبدأها بقطاع تأمين عناية متصدرة الارتفاع بريالين وسبعة وخمسين هللة، أي ما يعادل ب 99% ب 30 ريال و 35 هللة. يليها أمانة للتأمين أيضا مرتفعة ب 3 ريالات و 5 هللات، أي ما يعادل ب 89 هللة بمقدار 33 ريال و 95 هللة. أيضا البحر الأحمر مرتفعة بريال و 14 أو ب 14 هللة ب 22 ريال و 70 هللة، أي ما يعادل ب 25 هللة. أيضا تهامة للإعلان مرتفعة بريال و 60 هللة أو ما يعادل ب 4.48% مرتفعة لا زالت على 37 ألف بعد الارتفاع ب 37 ريال و 30 هللة. أخيرا من ضمن الأكثر الشركات الأكثر ارتفاعا صادرات مرتفعة ب 3 ريالات و 50 هللة، أي ما يعادل ب 4.36% ب 83 ريال و 80 هللة. أما مشاهدين الشركات الأكثر انخفاضا في تعاملات هذا اليوم، بداية بسابك المغذيات الزراعية منخفضة ب 6 ريالات و 60 هللة، ما يعادل ب 73 هللة ب 168 ريال و 40 هللة. تليها معادن منخفضة بريالين و 80 هللة، ما يعادل ب 63% ب 75 ريال. أيضا متطورة منخفضة بريال و 53 هللة، أي ما يعادل بريالين و 4 أو ب 72% ب 48 ريال. العربية منخفضة بريالين و 50 هللة، ما يعادل ب 2.59% منخفضة بريالين و 50 هللة ب 94 ريال. أخيرا من قطاع المصارف مشاهدينا الأكثر منخفض من ضمن المصارف، البنك السعودي الفرنسي منخفض بريال و 5 هللات ب 2.33% عند 44 ريال و 5 هللات. إذن مشاهدينا إلى أبرز الأخبار لهذا اليوم، قال الأستاذ محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن التدفقات المالية الداخلة للسوق من عام 2019 إلى الآن بلغت نحو 135 مليار ريال، وأكد أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي يدعم تنوع مصادر التمويل الموجودة للشركات المدرجة في السوق. ومن جانب آخر أشار القويز إلى أن هناك عاملا قائما على إصدار منظومة لصناعة السوق للمساهمة في زيادة فاعلية المستثمر المؤسسي في التداول وليس الملكية، وأكد أن الهيئة لا تستهدف زيادة تداول المستثمر المؤسسي على المستثمر الفرد، ولكن الهدف زيادة عمق السوق من خلال تنويع التداول في السوق. كشف محمد الجدعان وزير المالية عن أن المملكة لديها أكثر من 160 مشروعا متنوعا ضمن خطط التخصيص في مجموعة من القطاعات، متوقعا أن تنشر استراتيجية التخصيص المحدثة واستراتيجية مركز التخصيص في النصف الثاني من العام القادم بما فيها من مبادرات. وقال الجدعان خلال ندوة الاستقرار المالي أن خطط تخصيص قطاعي التعليم واللوجستيات مستمرة وستتكثف في المرحلة القادمة، مؤكدا أنه ليس هناك أولويات لقطاعات محدودة وإنما الأولوية داخل القطاعات للمشاريع الأكثر أثرا.
نهاية اقتصاد النهار أعود لزميل أحمد وبقية نشرة النهار إليك أحمد. يعطيك العافية ياسر، شكرا لك. أهلا بكم. اتجاه أو جدار يقطع طريق الملك عبد العزيز في الدمام ويشتت حركة الراغبين في الوصول إلى طريق الجبيل. أمانة المنطقة هدمت هذا الجدار خلال أيام. الزميل خالد الجناحي والتفاصيل. بعد طول انتظار اتخذ القرار، أيام ويهدم هذا الجدار وتنتهي معاناة سالكي هذا الطريق ليتصل طريق الملك عبد العزيز بطريق الجبيل. الوصول إلى طريق الجبيل سيكون أسهل لمن يقصده من وسط المدينة، إذا نزعت ملكية خاصة ليمتد طريق الملك عبد العزيز ويتصل بطريق الجبيل. هذه الصور المسرعة هي الحال الآن لمن أراد التخلص من زحام المخارج الأخرى، فيضطر إلى طريق غير مؤهلة تستغرق حال خلوها نحو دقيقتين لقطع أقل من كيلو متر واحد. الموضوع طبعا له خلفيات قديمة وتتعلق بأمور إجرائية وبأمور تتعلق بنزع الملكيات، لكن الحمد لله كان في تفهم كبير خلال الفترة السابقة من ملاك الأراضي في هذا الجزء من الطريق، وكان في تفاهم على استكمال الإجراءات بالتوازي مع فتح الطريق بحكم المصلحة العامة واستفادة أهل المدينة من هذا الطريق. بعد فتح الطريق سيكون بمقدور المستخدم أن ينطلق من سوق الحب أو من إمارة المنطقة الشرقية ويسير باتجاه واحد حتى يصل طريق الجبيل. إن شاء الله هذا الطريق راح يخفف وراح يساعد على تحسين الحركة المرورية للمدينة بإذن الله تعالى. هذا راح نقوم فيها من ضمن مع شريعة التشغيل والصيانة الحالية للأمانة، لكن الهدف الرئيسي من الطريق هذا أن يكون محور رابط ويكون في تصميم بتقاطع ومعالجة مرورية تقاطع الملك عبد العزيز مع طريق الجبيل، وكذلك مع طريق امتداده إلين المنطقة الصناعية إلى طريق أبو حدرية السريع. وإن شاء الله خلال الأيام القادمة راح نبدأ بتنفيذ المشروع، طريق الرابط من طريق الجبيل كمرحلة أولى وربطه بطريق الملك عبد العزيز باتجاه الشرق لمدينة الدمام. بثلاثة ملايين سيعبد الطريق كحل بمثابة تدخل جراحي سريع. خالد الجناحي، الإخبارية، الدمام. نتحدث أكثر عن هذا الطريق مع خالد الجناحي الذي يبقى معنا من الدمام، مراسل الإخبارية. أهلا بك خالد، مساء الخير. إذن هذا الطريق سيختصر الكثير من الوقت على يعني الراغبين في الوصول إلى الجبيل من الدمام، بعيدا عن يعني الالتفافات الطويلة التي قد يعني كانوا يشهدونها في السابق. حدثنا عن هذه التفاصيل خالد. أحمد، هو في واقع الأمر سكان أحياء شرق مدينة الدمام، سكان وسط مدينة الدمام، من الصعب في يعني هذه الأثناء أن يتصلوا بطريق الجبيل الذي يرغب أن يغادر المدينة ويتصل بطريق الجبيل أو يتجه إلى المطار أو إلى طرق أخرى كطريق أبو حدرية، يضطر أن يخرج إما مع مخرج سيهات أو مع طريق الملك سعود أو مع طريق الملك خالد الذي يمر بمستشفى الدمام المركزي أو طريق الملك فهد المعروف في مدينة الدمام. كل هذه المخارج هي في واقع الأمر يعني مسلكها صعب في أوقات الذروة أو الأوقات التي هي لا تشهد حتى ذروة، لأنه في بعض الأحيان يضطر سالك هذه الطرق حتى يصل إلى طريق الجبيل أو يتعدى طريق الجبيل أحياناً إلى 25 دقيقة، تقل أو تكثر بحسب الكثافة المرورية. لكن اليوم نحن نقف على جهد من جهود أمانة المنطقة الشرقية امتد لسنوات مع مالك هذه الأرض، هذه أملاك خاصة، أرض تجارية الأمانة فاوضت مالكها بما لديها من أنظمة نزع الملكية.
الآن تعمل على فتح الطريق بشكل مؤقت وشكل سريع جدا ليتصل طريق الملك عبد العزيز. طريق الملك عبد العزيز في مدينة الدمام هو الذي يعني تقع عليه إمارة المنطقة وشرطة المنطقة وأمانة المنطقة وسوق الحب، الذي يرغب بالخروج من وسط مدينة الدمام أو أحياء كالشاطئ أو الكورنيش سيستطيع أن يتصل بطريق الجبيل باتجاه واحد. نعم، كم من المتوقع أن ينتهي الأعمال أو فتح هذا الطريق بشكل كامل خالد؟ أحمد، الجواب الذي جاءني من أمانة المنطقة الشرقية أن الفتح السريع لهذا الطريق سيكون خلال أيام، لا أعتقد أنه يطول إلى أسابيع، لأنه أمانة المنطقة حريصة على أن يعني تقلل الكثافة المرورية على الطرق الأخرى. طبعا هذا الطريق سيخدم ليس فقط الأحياء السكنية والناس الذين هم من عامة المجتمع، سيخدم الحركة التجارية لأنه يمر عبر أسواق، ولكن أيضا أحمد عندما يكتمل الفتح المؤقت والذي سيخضع أيضا للتجربة، لأن هناك يعني حركة نقل ثقيل ستكون على هذا الطريق إلى جانب السيارات الشخصية أو السيارات الصغيرة، سيكون أيضا في مراحل لاحقة اتصال لطريق الجبيل، اتصال لطريق الملك عبد العزيز بما يتجاوز طريق الجبيل ويكمل باتجاه الغرب حتى يصل إلى طريق أبو حدرية. لعلك تشاهد معي، يعني هنا يفترض أن حسب ما عرفت يكون مشروع كوبري يوصل الحركة إلى غرب طريق الجبيل ويكمل إلى طريق أبو حدرية. هذا إذا تم فعليا سيكون يعني ذو أثر كبير على سكان مدينة الدمام وسيهات يعني وزائري المنطقة حاضرة الدمام بوجه عام. أحمد، جميل، أنا أشكرك إذن على هذه التفاصيل. خالد الجناحي مراسل الإخبارية من الدمام، شكرا لك. أعلنت وزارة التجارة أنه تم توقيع غرامات بقيمة 158 ألف ريال بحق عدد من المعلنين المخالفين. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر أنه تم توقيع غرامات مالية بحق 11 معلنا لعدم إفصاحهم بتقديم مادة إعلانية ومخالفتهم لنظام التجارة الإلكترونية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم معنا في الاستوديو المحامي الأستاذ محمد الوهيبي. أهلا بك أستاذ محمد، مساء الخير. إذن وزارة التجارة تعلن عن هذه العقوبات بحق بقيمة 158 بحق معلنين، أثر هذه الإعلانات على يعني التزام بنظام التجارة الإلكترونية أستاذ محمد؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه. طبعا الجهد اللي تقوم فيه وزارة التجارة من رصد المخالفين في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية أكيد عمل أنهم يشكرون عليه وإنجازات يشكرون عليها، ولكن يعني حنا شوي طماعين، يعني ودنا أنه تزيد شوي الرقابة فيما يخص التجارة الإلكترونية من ترويج سلع غير سليمة أو غير صحيحة، وأيضا قيام البعض من غير السعوديين بممارسة النشاط التجارة الإلكترونية بشكل مخالف ما ينتج عنه تستر تجاري. المملكة العربية السعودية من أوائل الدول اللي قامت بسن تشريعات وتنظيمات خاصة بالتجارة الإلكترونية، والشيء هذا شيء إيجابي ونفتخر فيه، ولكن ينقصه شيء بسيط جدا ألا وهو آلية التفعيل.
يمكن تأخرت شوي الوزارة في آلية التفعيل بشكل كبير جدا، ولكن احنا لا نتكلم على ماضي، احنا نتكلم على حاضر ومستقبل إن شاء الله. نعم، ما نشاهده أكيد أنه أمر إيجابي. قضايا أو إشكاليات النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية منتشرة بشكل كبير جدا. هذا إن دل ترى لا يدل على أنه ضعف الرقابة في الجهات الرقابية، هو يدل على شيء مهم جدا، هو الجهل في آلية استرداد الحقوق. بمعنى أنا شخص جيت مثلا دخلت على حساب في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كان عارض سلعة أيا كانت، ساعة، ملابس، أيا كان، وطلبت منه أني أنا أشتري هذه السلعة، فأرسل لي رقم حساب بنكي وقال حول على هذا الحساب علشان أعطيك السلعة. بعد ما قمت بالتحويل قام بحظري من التواصل، أعطاني حظر ورفض التواصل معي. هنا الشخص وش يسوي مباشرة اللي يتعرض لهذا الفعل؟ مباشرة يروح يتواصل مع وزارة التجارة فيقولهم أن أنا تعرضت لعملية احتيال مالي. مو باختصاص وزارة التجارة، وزارة التجارة اختصاصها للجهات اللي معتمدة أو اللي مسجلة لدى وزارة التجارة مثل منصة معروف وغيرها. فعل مثل هذا يكون من اختصاص من؟ اختصاص الشرطة، بحيث تقديم البلاغ ومباشرة يتم مباشرة البلاغ، وممكن أنه يتم مخاطبة البنك لإعطاء معلومات الشخص صاحب الحساب عشان أقدر أقدم للمحكمة وأطالب به حقوقي. فهذه من الأخطاء اللي ترتكب. فالبعض لما يتصل على وزارة التجارة ويقول لهم أنا عندي كذا كذا كذا، فيقولوا له هذه مو باختصاصنا، فيقول لك حقي ضاع. لا، مو باختصاصهم، مو بمعنى أنه ما لك حق، في جهة ثانية هي المختصة بهذا الفعل. أيضا من الأخطاء اللي تمر علينا إحنا في الاستشارات اللي تجينا بشكل دائم يقول لك يا أخي أنا دخلت تطبيق كلنا أمن وبلغت. في فرق بين البلاغ وبين الشكوى. البلاغ أني أنا والله شفت اثنين قاموا بارتكاب فعل مضاربة، ضربوا شخص، صدموا سيارة، سرقوها، أنا أبلغ، أتكلم الدوريات أو أدخل كلنا أمن أبلغ. الشكوى لا، يحتاج أني أنا أراجع الجهة مباشرة، يعني أراجع مركز الشرطة وأكمل الإجراءات للتثبت من الهوية وللتأكد من المستندات والإطلاع على التحويلات البنكية، اللي هي استكمال الإجراءات ليتم بعد ذلك إحالتها إلى الجهة المختصة اللي هي النيابة، ومن ثم إذا تطلب الأمر وثبتت التهمة بواقعة النصب والاحتيال يتم إحالتها إلى القضاء. فالإشكالية عندنا موجودة في الأصل، في أنه إحنا ما نعرف الجهة المختصة لتلقي مثل هذه الشكاوى والحالات. فعلشان كذا زادت حالات النصب عندنا، لأنه الشخص اللي يقوم بالاحتيال أصبح آمن، والعكس بالعكس، بعض الناس يبدأ يقولك إيه شوف الدولة ما سوت لفلان هذا شيء، فمعناها أنه هو يا وراه ظهر، يا تعرف أنت الشعارات إيه؟ الشعارات اللي تطلع الوهمية اللي موجودة. لا، المملكة العربية السعودية ما عندنا هذه الشعارات أبدا ولا هي موجودة في قاموسنا، ويمكن اللي أكد هذه المعلومة الحملات اللي تقوم فيها المملكة العربية السعودية لمكافحة الفساد. فما هو بمعقول أنه أيضا ينطبق هذا الفساد داخليا، فما في أحد يعفى من تطبيق العقوبات. فيما يتعلق أستاذ محمد بالمعلنين، وزارة التجارة أعلنت أنه 11 معلن تم أيضا توقيع غرامات مالية بحقهم. هؤلاء المعلنين قد يكونون يعني أيضا يعني فيما يتعلق التجارة الإلكترونية هم من مشاهير التواصل الاجتماعي، هل يفهم هذا من السياق الخبر؟ أي نعم. جميل. ليش؟ لأن بس ولا أقطع وارد، هؤلاء فقط تراقب وزارة التجارة أم أيضا الجمهور له دور في تقديم الشكوى والبلاغ تجاههم؟ طبعا الجمهور هو الأساس، الجمهور هو الأساس في رفع البلاغات والشكاوى. حتى لو ما كنت أنا متضرر أرفع بلاغ، إذا أنا متضرر أرفع شكوى. الجزئية اللي هامة في هذا الموضوع، طبعا نظام التجارة الإلكترونية بدأت فيه العقوبة من الغرامة، عفوا من الإنذار، وحتى الغرامة تصل إلى 1,000,000 ريال، وأعطى النظام أحقية في جزئية مهمة جدا وهي نشر هذا القرار أو المخالفة اللي يقوم بها الشخص اللي قام بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية. أنا من وجهة نظري الشخصية، وما أدري إذا كانت وش وجهة نظر وزارة التجارة في هذه الجزئية، ولكن النظام أعطاك الأحقية بنشر مثل هذه الأحكام. نشر الأحكام في مثل هذه الحالات هو سبب رئيسي ومهم جدا لردع الآخرين، يعني لما يجي يقول لك إيه ترى أنا لو خالفت بكرة بيطلعون اسمي وبينشر في الصحف، فلا خليني أنا أحرص أنه يكون الفعل هذا خارج، أو يعني أني أحرص أن يكون عملي نظامي. فمن هذا المنطلق أنا أطالب، مثل ما حنا نشوف وزارة الداخلية مشكورة بتصريحاتها بتوضيحات واضحة جدا للواقعة وللفعل ولجنسية الفاعل أو مرتكب هذا الفعل، لماذا لا نشاهد بيان من وزارة التجارة
أسبوعي، شهري، ربع سنوي، أيا كان، ويكون فيه إحصائيات توضح نوع المخالفة، مو شرط حتى الاسم، نوع المخالفة، الجنسية مهمة جدا، وأيضا النشاط اللي تم فيه. ليش مركز على الجنسية صحيح؟ لسبب، لأنه أحيانا يتهم مجتمعنا، إحنا من حقنا كمجتمع أن إحنا نحمي أنفسنا ونحمي سمعتنا، دائما يتهم يجي يقول لك إيه أصلا أنتم عندكم مثلا نسبة الجريمة في السعودية عالية. سيد الفاضل، إذا كان في نسبة للجريمة ترى تجد منها النسبة الأكبر أو الأعلى لغير السعوديين، فلا تتهم المجتمع بشيء. فيما يتعلق بالإعلانات، وما بقي لدي الكثير من الوقت في هذا اللقاء أستاذ محمد، بعض المشاهير أيضا يقوم بتقديم الإعلانات الغير مباشرة، كيف يمكن التعامل مع هؤلاء؟ التعامل موجود، وزارة التجارة مثل ما صرحوا قبل عدة أشهر بأنه يوجد لديهم منصة للرقابة، المنصة هذه تراقب الأفعال. طبعا الإعلان ترى مو بس لبيع المنتجات، للمنتجات وللخدمات، والإعلان المباشر والغير المباشر، كل هذه تدخل من ضمنها. بالإضافة ترى يعني بس الوقت يمكن ضيق معنا، ترى أيضا في مخالفات خاصة بتحصيل الضريبة، لأنه ممارسة النشاط التجاري عليه ضرائب، فبالتالي مفترض أنهم يسددونه. ترى المخالفة ما هي مخالفة بسيطة، ترى تؤثر على بشكل كبير جدا على الاقتصاد، على المجتمع، على حتى المستهلك. جميل، أنا أشكرك المحامي الأستاذ محمد الرهيبي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. أعاد اتحاد الغرف التجارية السعودية تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام بعد توقف أعمالها لمدة 7 سنوات، وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول والذي عقد أمس للجنة التنفيذية للجنة الوطنية للاستقدام. وتهدف اللجنة إلى النهوض بقطاع نشاط الاستقدام والعمل على تطويره وتذليل العقبات التي يواجهها في هذا القطاع الحيوي الهام. توقع المركز الوطني للأرصاد سماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي الحدود الشمالية والجوف، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق الرياض وحائل والقصيم والحدود الشمالية. تحدث عن الطقس مشاهدينا وعن توقعات الطقس خلال الأيام القادمة مع ضيفنا من المركز الوطني للأرصاد ومحلل الطقس الأستاذ عقيل العقيل. أهلا بك أستاذ عقيل، مساء الخير. إذن توقعات الطقس خلال 24 ساعة القادمة وأبرز المناطق التي من المتوقع أن تشهد أمطار بإذن الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نتوقع إن شاء الله، خصوصا أننا مقبلين على إجازة نهاية أسبوع وإجازة أيضا دراسية، قد يكون الطقس مستقر بإذن الله تعالى معظم هذا الأسبوع، الأسبوع القادم، على معظم مناطق المملكة، وتبقى الأجواء تميل للبرودة وليست شديدة البرودة على معظم مناطق المملكة. بالمناسبة الرياح ستكون عندنا على القطاع الأوسط والشرقي من المملكة، جنوبية إلى جنوبية غربية شرقية، فلذلك سيكون لدينا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وعلى العكس من ذلك ستكون الأجواء باردة، حيث نتوقع أن تكون درجات الحرارة في المناطق الشمالية ما بين 6 حتى 7 درجات مئوية، قد ترتفع في نهاية الأسبوع حتى 9 درجات مئوية. لذلك ستكون الأجواء بشكل عام مناسبة جدا للتنزه وللتخييم ولأخذ جولة سياحية ممتعة إن شاء الله على معظم مناطق المملكة، وهذا لا يستبعد ظهور بعض الخلايا من السحب ويتخللها بعض الركام الرعدي على أقصى المناطق الشمالية من المملكة، وكذلك حال الضباب على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية إن شاء الله بإذن الله. فيما يتعلق بالأمطار خلال الأيام القادمة، أبرز المناطق والمحافظات التي ستشهد هطول أمطار خلال هذا الأسبوع؟ لا يوجد مؤشرات أولية لهطول أمطار خلال هذا الأسبوع إن شاء الله، ولكن قد تظهر بعض التشكيلات من السحب كما ذكرت، قد يهطل منها بعض القطرات الخفيفة المتفرقة من السحب. مثل هذا اليوم لدينا بعض الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا على منطقة الحدود الشمالية ومنطقة حائل وشمال المنطقة الشرقية، هذه تكونات بسيطة محلية من السحب الركامية، لكنها ليست سيستم أو نظام كامل كمنخفض جوي يؤثر على أجواء المملكة، ولا يوجد حتى هذه اللحظة أي مؤشرات للمنخفضات إلا نهاية الأسبوع أو الأسبوع بعد القادم،
سيكون لدينا منخفض بسيط وتأثيره محدود إن شاء الله. الله يجيب الخير أستاذ عقيل. أنا أشكرك إذن. توقعت أستاذ عقيل أن تكون الأجواء إذن يعني ليست باردة بشكل كبير خلال هذا نهاية الأسبوع. نعم ليست باردة بشكل كبير خصوصا على مناطق وسط وشرق المملكة. جميل. الأجواء الآن هي في قمة الروعة بالنسبة للتخييم أو الاستمتاع بالطبيعة، خصوصا أننا في إجازة دراسية، فأنا أنصح الجميع بالاستمتاع قدر المستطاع. أنا أشكرك المحلل الطقس من مركز الأرصاد الوطني الأستاذ عقيل العقيل، شكرا جزيلا لك. دشنت الكلية التقنية في الأحساء عددا من الأندية تمثلت في نادي الموهبة والابتكار ونادي التسويق ونادي القراءة المكتبة ومصادر التعلم، كما دشنت أيضا ويأتي هذا التدشين لهذه الأندية تعزيزا لأحد أبرز أهداف الكلية التقنية للبنات أو المتمثلة في نشر الوعي بأهمية العمل في المجالات التقنية والمهنية في أوساط المجتمع وتوفير البيئة المناسبة للتدرب مدى الحياة. نتحدث مشاهدين عن هذه الأندية ودورها بشكل أوسع وأوضح مع مراسل الإخبارية من الأحساء محمد المحيسن. أهلا بك محمد، مساء الخير. إذن أبرز يعني ما تقوم به هذه الأندية محمد. مساء الخير عليك أحمد. أكثر من 1419 طالبة أو متدربة إن صح التعبير، نتحدث عن أكثر من 62 يعني من الكوادر المتميزة تحتضنهم الكلية التقنية للبنات التي بدأت العمل منذ عام 1427 تحت مسمى المعهد العالي التقني للبنات، ليتحول عام 1433 إلى الكلية التقنية للبنات بمبناها الجديد الحقيقة. ومنذ ذلك الحين بدأت الكلية والكوادر بعمل جبار في كثير من التخصصات، اليوم واحدة منها يعني تدشين مثل هذه النوادي التي أكيد لها أهداف، وخلينا نتحدث أكثر عن هذا التدشين بشكل خاص من خلال ضيفتي الأستاذة سارة الصرعاوي عميدة الكلية التقنية للبنات بمحافظة الأحساء. حياك الله معنا عبر نشرة النهار، ويعني نقول أكيد أنه تدشين هذه الأندية كان لأهداف معينة، لو تطلعينا وتطلعين سادة المشاهدين عن هذه الأهداف. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم أخوي محمد والسادة المشاهدين. إحنا في الكلية التقنية للبنات بالأحساء منتقلين حديثا لهذا المبنى، وعملنا بالهدف الاستراتيجي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتوفير مرافق آمنة وحديثة مع استغلال أمثل للمرافق، بما يعزز مشاركات المتدربين ويقدم لهم خدمات نوعية. قمنا بتأسيس عدد من النوادي، نادي الموهبة والابتكار، نادي التسويق، ونادي القراءة. هدفنا من خلال هذه النوادي إلى تنمية المتدربين تخصصيا ومهاريا، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتهم المستقبلية. يعني على المدى البعيد كيف سترين أو كيف ستشاهدين أو توقعاتك أن تكون مخرجات هذه الأندية؟ في الحقيقة كل نادي من هذه النوادي أسس وفق خطة تشغيلية بقيم ومؤشرات مستهدفة تشمل إجراءاتها تنفيذ برامج داخلية تنمي من مهارات المتدربات في التواصل، وأيضا تنمي مهاراتهم مهنيا وتخصصيا. لنا مشاركات مجتمعية من خلال تقديم استشارات من قبل متدرباتنا لجهات خيرية ومجتمعية. خلينا استغل وجودك أيضا في الحديث عن الكلية التقنية، كيف يعني ترين أيضا مخرجاتها لسوق العمل؟ وين ترين متدرباتكم اليوم في المهن المستقبلية حتى؟ حاليا ولله الحمد مخرجات الكلية تتوافق مع اتجاهات الدولة ورؤية 2030 وما ترمي له وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توطين الوظائف. فإحنا من خلال مخرجاتنا نستطيع توفير فرص عمل تلبي احتياجات سوق العمل، هذا بالإضافة إلى أن عندنا دراسات جدوى لفتح أقسام جديدة نوعية بتخصص بناء على حاجة السوق ووفق نتائج علمية مدروسة. هذا يجعلكم أكيد هناك تعاون مع جهات أخرى خارج
يعني الكلية، لو تحدثنا عن هذا الجانب أيضا. بالتأكيد الكلية أيضا تعزز من شراكاتها مع القطاعات الأخرى وتحديدا سوق العمل، لأن هذا من أهداف المؤسسة الاستراتيجية. لدينا مكتب مختص بالتنسيق الوظيفي، من خلال هذا المكتب قمنا بإبرام عدد من مذكرات التفاهم التي تدعم الفرص التوظيف من خلال توظيف المتدربات. خلال هذا الأسبوع ولله الحمد أقمنا ملتقى للتوظيف باستضافة 13 جهة. كذلك نحاول نحن نستفيد من سوق العمل بأي مرئيات تساعد على تطوير برامجنا وخططنا التدريبية. جميل. أستاذة سارة الصرعاوي عميدة الكلية التقنية للبنات، شكرا لكل هذه المعلومات. إذن أحمد، يعني قبل فترة قريبة جدا قد تم إنشاء الكلية التقنية الرقمية، وهي تحتضن تخصصين البرمجيات وأيضا الدعم الفني. هذه الكلية الآن هي الكلية التقنية للبنات وتحتضن بقية التخصصات، نتحدث عن التسويق، نتحدث عن المحاسبة، نتحدث عن بقية التخصصات مثل الإدارة وغيرها. بالتالي اليوم الجهود جدا كبيرة، أيضا هناك يعني تطلعات لزيادة التخصصات على المدى البعيد أو في المستقبل بإذن الله تعالى. هذا كل ما لدي من الأحساء. أم النخيل، أعود إليك في الرياض. يعطيك العافية محمد المحيسن على نقل هذه الصورة من الأحساء الجميلة، شكرا لك محمد. أشاد وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي أحمد الخطيب، أشاد بالإنجازات التي حققها الصندوق خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 18 شهرا، وتوزعت المشاريع التي مكنها الصندوق على 9 وجهات سياحية رئيسة في المملكة، وشملت قطاعات الفنادق والإقامة والتسوق السياحي والتجارب والأنشطة السياحية ومرافق الترفيه وغيرها. وبلغت أعداد الغرف الفندقية التي ستضيفها في هذه المشاريع حوالي 3500 غرفة، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع حوالي 21,000 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة. حصدت الهيئة السعودية للسياحة الجائزة الذهبية في مجال السياحة والسفر في حفل ميناء إيفاي السنوي والذي أقيم في دبي، تقديرا للتميز والإبداع الذي تقدمه في تسويقها للوجهات والمنتجات السياحية في المملكة. وتأتي هذه الجائزة تتويجا للجهود الكبيرة التي قدمتها الهيئة السعودية للسياحة خلال جائحة كورونا، حيث ركزت الهيئة جهودها على السياحة الداخلية خلال تلك الفترة. تعد منطقة بوليفارد رياض سيتي وجهة للأهالي والسياح، كونها تلبي كافة الخيارات الترفيهية والسياحية لمختلف الأذواق وأيضا الشرائح العمرية. وجذبت منطقة البوليفارد أنظار المواطنين والمقيمين من كافة أنحاء المملكة، إلى جانب جذبها للسياح القادمين من الخارج، وتحتوي على مجموعة متنوعة من المطاعم العالمية وكذلك المرافق الخاصة بالترفيه والمقاهي، بالإضافة إلى النافورة الراقصة الأكبر في الرياض التي تتمايل في بحيرة صناعية بمساحة 35,000 متر مربع.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد في نشرة النهار، وفي ساعتها الثانية نقدم لكم كالعادة موجز لأهم وآخر الأنباء، فأهلا بكم. نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن 8 عمليات استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال 24 ساعة الماضية، وأسفرت عمليات الاستهداف عن مقتل أكثر من 60 عنصرا إرهابيا وتدبير 5 آليات عسكرية حوثية. وأكد التحالف دعمه للجيش اليمني لتحقيق التقدم على الأرض وإسهامه في حماية المدنيين. تبدأ اليوم إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة 10 أيام، حيث أنهى طلاب وطالبات المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول حضورياً وعن بعد، وتواصل المدارس استكمال رفع النتائج على نظام نور وفق آلية محددة وضعتها وزارة التعليم. تواصل شؤون الحرمين تقديم العديد من الخدمات والبرامج لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما يواصل المعتمرون والمصلون التوافد إلى الحرم المكي وسط أجواء روحانية ووفقا للإجراءات الاحترازية. طالبت وزارة البيئة والزراعة والمياه التنسيق معها قبل تنفيذ مشاريع التشجير، ووجهت الوزارة طلبها للجهات ذات العلاقة في المناطق لضرورة أخذ موافقتها قبل تنفيذ المشاريع التي تشمل تشجير الحدائق أو الطرق داخل النطاق العمراني وخارج وساحات المنشآت الحكومية المدنية والعسكرية، وشددت على ضرورة أن تكون الأشجار والشجيرات في جميع مناطق المملكة بحسب طبيعة كل منطقة والأنواع الملائمة للتشجير فيها، وعدم زراعة أي نوع من الأشجار لا يتفق مع بيئة المنطقة وطبيعتها. أعلنت وزارة التجارة أنه تم توقيع غرامات بقيمة 158 ألف ريال بحق عدد من المعلنين المخالفين. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر أنه تم توقيع غرامات مالية بحق 11 معلنا لعدم إفصاحهم بتقديم مادة إعلانية ومخالفتهم لنظام التجارة الإلكترونية. توقع المركز الوطني للأرصاد سماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي الحدود الشمالية والجوف، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقة عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق الرياض وحائل والقصيم والحدود الشمالية. أهلا بكم. يعاني أهالي محافظة ميسان والمراكز التابعة لها من شح المياه وقلتها، وقد تجاوب معهم فرع المياه بمنطقة مكة المكرمة بعد تقرير عرضناه في نشرة النهار، ولكن سرعان ما تلاشت هذه الفرحة، فكانت أسعار صهاريج المياه صادمة وعالية جدا، تراوحت ما بين 240 إلى 360 ريال دون إضافة الضريبة، بينما تتراوح التسعيرة في محافظة الطائف وهي القريبة من هذه المحافظة ما بين 75 و 155 ريالا. ينضم معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أحمد المالكي. أهلا بك أستاذ أحمد، مساء الخير. إذن هذه المشكلة تعود من جديد لمحافظة ميسان بعد أن تناولتها الإخبارية قبل أشهر، ولكن كان هناك حل، يعني قد يكون حل عاجل، وما لبثت أن عادت هذه المشكلة من جديد. لماذا لا تحل هذه المشكلة من جذورها في محافظة ميسان؟ أهلا وسهلا أستاذي الكريم، حياك الله وحيا السادة المشاهدين. أهلا بك، شكرا جزيلا لاستضافتكم. الحقيقة احنا نعاني من سنوات طويلة من شح المياه وقلتها، والسنة هذه استانت قلة المياه والحصول عليها صعوبة. تدخلت وزارة البيئة مشكورة وشركة المياه، نعم، وأملت المصهاريج لأن المتعهد أخل بالعقد، والدولة حفظها الله أملت
الموية مجانا لجميع مناطق المملكة، وهذا وقف من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. وأمنة لنا المياه وأمنة لنا السقيا، ولكن المتعهد أخل بالعقد تقريبا لنا أكثر من 30 سنة. المتعهد له 30 سنة في محافظة ميسان؟ في محافظة ميسان في سقيا مجانية. تدخلت المياه وسحبت العقد من المتعهد. نعم. لكنها ما أمرت متعهد آخر. تباشرنا خير بأنه حيتم تعويضنا، حيتم تأمين متعهد جديد أو تأمين مياه بأي شكل من الأشكال. لكن المفاجأة الصادمة إن المياه ظهرت بأسعار عالية جدا ولا موجودة في أي منطقة من مناطق المملكة. حتى التاجر اللي يبيع أو سائق الوايت اللي يبيع الحساب الخاص ما يبيع بالسعر. من المسؤول عن تحديد هذه الأسعار؟ حوالي 270-280 ريال العائدي، الصهريج العائدي 12. من المسؤول عن وضع هذه الأسعار أحمد؟ شركة المياه الوطنية، ما في حد غيرها، شركة المياه الوطنية. ليش قالوا المسافة؟ طيب المسافة أنا من شيب غزائل إلى حداد حوالي 40 كيلو. طيب قادر ما أتخلى المملكة الثانية، هو يأخذ المويه من غزائل وديها طائف يبيعها 75. وهي نفس المسافة تقريبا. هل هذا سعر عادل وما هو سعر عادل؟ الدولة حفظها الله ما قصرت، وجهت بتوفير الخدمات للمواطن في كافة أنحاء المملكة، سواء في الرياض أو في قرية أو في مركز أو في جدة أو في أي مكان، بأسعار بأقل التكاليف وأيسرها. إحنا أصبحنا نعاني الآن. شركة المياه طلع أسعار 260 ريال. طيب أنا بسأل سؤال ثاني، التسعيرة هذه على أي أساس وضعت؟ أستاذ أحمد، المياه موجودة، هي متواجدة على مر أي وقت تريد أن أخذ هذا الصهريج باستطاعتك أخذه، ليس هناك زحام أو قلة في تواجد هذا الصهريج، لكنه بأسعار خيالية مقارنة بالمحافظات الأخرى. أسعار عالية جدا صراحة، يعني في خارج عن مقدور المواطن العادي. لا، أغلب المواطنين عايشين على ضمان الاجتماعي أو متقاعد ودخله ضعيف أو دخله الشهري ضعيف، والصهريج الواحد ما يكفي 3 أيام 4 أيام 5 أيام، خاصة اللي عنده عائلة كبيرة. هل أوضح الفرع المياه هناك، يعني لماذا لم يحضر متعهد غير المتعهد السابق بشكل؟ ما في استجابة نهائية صراحة، يعني استجابة ما في. طلع مدير المياه منطقة مكة المكرمة عصام، المهندس عصام، في تدشين عام 2019 أثناء تدشين عقد المقاول هذا. تدشين ماذا أحمد؟ وبشر المواطنين ب خط ناقل وخزان، ويبدأ في 19/5/2019. إلى الآن المشروع هذا لم يرى النور، وقدم المهندس المشرف على المشروع اسمه عبد العزيز الزهراني، وتكلم عن المشروع وأنه حيبدأ بعد 19/5، يعني بعد شهر 19/6/2019. إلى الآن المشروع هذا لم يرى النور. مشروع إيش أحمد؟ مشروع خط ناقل من غزائل، اللي هي منطقة اسمها غزائل أو موقع اسمه غزائل، إلى ميسان، إلى محافظة ميسان، ويخدم بني مالك وبني سعد وثقيف وبني مالك. من 2007؟ من 2019، لنا 3 سنوات. المشروع أساسا ما بدأ نهائيا، أرسي العقد ولكنه ما بدأ، لم ينفذ على أرض الواقع إطلاقا. لم ينفذ على أرض الواقع نهائيا. وما في تجاوب صراحة، ما في تجاوب. المنطقة هذه مهضومة حقوقها خاصة بالمياه، يعني الدولة ما قصرت. ولي الأمر الملك سلمان الله يحفظه وجه خدمة المواطن ولي العهد في أي مكان وفي أي جزء، وفروا للمواطن سهلوا عليه، لكن للأسف حنا نتلقى وعود ولكن ما نتلقى تنفيذ. بإذن الله تحل. نعم، نتمنى أن يوصل كلامنا هذا ويوصل مقالنا هذا، يوصل للمسؤولين ويجدوا الحل جذري. حنا ما عندنا مسكنات تعبنا فيها. بإذن الله مسكنات، ناخذ مسكن ونمد الشهرين 3 سنة 2 سنين وانتهينا. تعبنا صراحة، حنا ودنا نتعامل جنبنا منطقة الباحة، شوف كم سعر الوايت فيها، جنبنا المندق الباحة أبو الجرشي كم سعر الوايت فيها، الطائف أكبر منطقة عندنا كم سعر الوايت فيها، وإحنا تابعين منطقة مكة المكرمة. وين المسؤولين؟ الآن نبغى المسؤولين يتدخلون، محافظة ميسان، عبارة منطقة مكة المكرمة، يتدخلون مع شركة المياه ويرحمون المواطن هذا الضعيف المسكين. نعم والله، بعض منهم ما يقدر يأمن الوايت هذا 250 ريال. واضح، نتمنى إنه مطالبتنا هذه ومناشدتنا توصل للمسؤولين بإذن الله. جزء من الوطن هذا، الله يحفظك. يعطيك العافية الكاتب الصحفي وأحد أيضا سكان محافظة ميسان، شكرا لك على هذه المعلومات. كما نوى أيضا مشاهدينا الكرام بأن تواصلنا مع شركة المياه الوطنية للحديث في هذه الإشكالية،
وبانتظار ردهم في هذا الموضوع. ونذكر أنه هذا الموضوع تم طرحه في الإخبارية قبل أشهر وتم معالجته من شركة المياه، لكنها معالجة كانت مؤقتة حسب ما اتضح لنا من هذه المشكلة التي حدثت الآن. إذن نواصل معكم مشاهدينا الكرام نشرة النهار، فأهلا بكم. قام رئيس جمهورية تترستان السيد رستم علي نور والوفد المرافق له بزيارة لغرفة جدة على هامش مشاركته في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي الذي تستضيفه المملكة تحت شعار الحوار وآفاق التعاون. وجرى خلال الزيارة عقد لقاء مشترك بين الجانبين في ظل توثيق العلاقات والشراكات. استقبلت غرفة جدة اليوم سعادة رئيس جمهورية تترستان لروسيا الاتحادية السيد رستم نور علي لاستعراض الفرص ومجالات التعاون بين الدولتين، وحضر الزيارة وفد من كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال. نحن عرضنا لهم الميزة التنافسية لاقتصاد جدة، اللوجستيات وسياحة وهم أيضا عرضوا مجالاتهم اللي عندهم، وإن شاء الله يعني حيكملوا رجال الأعمال الحوارات وإن شاء الله نتوصل إلى شيء طيب بحول الله. هم بلد صناعية وأيضا بلد نفطية، فقد يكون عندهم فرص كبيرة، وإحنا في جدة بعد عندنا فرص كبيرة في مجالات اللوجستيك، مجالات السياحة والترفيه. جدة مدينة واعدة بكثير من المشاريع. استعرض خلال الزيارة الخبرات والخدمات المقدمة من الطرفين، والتعرف على فرص الاستثمار والتعاون التجاري بين البلدين، والفرص الواعدة في السوق السعودي والتترستاني. دور الوفد المرافق وغرفة جدة أنه يكون في فرصة لمعرفة إيش الفرص المطروحة، وفي نفس الوقت ما هي آلية ممكن في المستقبل إن شاء الله يكون في تعاون تجاري أو أعمال مختلفة. هذه فرصة أن نعرضها على الدول الأخرى نستفيد منها، كذلك للوفود اللي تصل عندنا هنا نستفيد منهم في خبراتهم وفي مجال التجارة. الحمد لله العمل يعني كله تعامل تعاوني تجاري اقتصادي، وبلدنا الحمد لله جميع المقومات موجودة فيها، ثبات العملة السعودية، الاقتصاد، ثبات الأنظمة، الثقة في المنطقة، يعني كلها مقومات موجودة بتشجع على الاستثمار الداخلي الحمد لله. دائما ما تحرص المملكة على توثيق علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول، واليوم يعكس هذا اللقاء حرص المملكة المستمر على الشراكات المثمرة. لقناة الإخبارية شاهد باهبري، جدة. أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط محاولات تهريب 894 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر وأكثر من 798 ألف قرص انفيتامين مخدر و57 طنا و165 كيلوغرام من مادة الجات المخدر عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة. تحدث مشاهدينا في هذه المناسبة بهذا الإعلان عن أضرار المخدرات مع ضيفنا من مدير إدارة الدراسات والبحوث في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سليمان الحيدان. أهلا بك دكتور سليمان، مساء الخير. خليني أبدأ معك دكتور سليمان في نقطة مهمة يعني يركز عليها بعض الباحثين وأيضا بعض المختصين في هذا الجانب، وهو أسلوب الوقاية من هذه المخدرات على أبنائنا من قبل الأسرة. أهلا وسهلا أخي أحمد، أهلا وسهلا أستاذ المشاهدين. حقيقة كما أسلفت لابد من اتباع أساليب وقائية تكون مثمرة جدا في سبيل يعني تحقيق حماية ووقاية أسرية ناجحة. دوما ما نقول أن البيئة الآمنة التي توفرها الأسرة هي نقطة الانطلاق الأولى من خلال خفض عوامل الخطورة داخل الأسرة. وخل أضرب مثال، يعني وجود متعاطي داخل الأسرة أو القسوة الزائدة وأساليب التربية الخاطئة دوما ما تقود إلى الابن أو البنت داخل الأسرة إلى البحث عن متنفس خاطئ أحيانا للتعبير عن غضبها أو التعبير عن غضبه وكره لهذه البيئة اللي يعيش فيها. فلذلك دوما ما نقول
البيئة الآمنة داخل الأسرة هي نقطة الحماية الأولى، وكذلك لابد من رفع عوامل الحماية. الحماية الأسرية تتكون من يعني وجود أساليب تربوية سوية ناجحة، وأيضا الحرص على التعليم الجيد والحوار البناء داخل الأسرة لمعرفة مشاكل الأبناء وأفراد الأسرة جميعا، والمعامل على علاجها بدلا أن يتجهوا لاتجاه خاطئ. قد تكون بعض الأسر، يعني ذكرت على العوامل الوقاية لدى الأسر، ونحن نركز على هذه النقطة تحديدا، لأن الوقاية لدينا في الميدان من الأبطال الأشاوس رجال مكافحة المخدرات، وأيضا رجال الأمن يقفون بالمرصاد لهؤلاء المروجين أو من يحاولون تهريب هذه المخدرات. نعود إلى نقطة الأسرة دكتور سليمان، فيما يتعلق بالوقاية أحيانا بعض الأسر قد تكون تعمل كل يعني بوجهة نظرها كل الأساليب الجيدة لحفظ الأبناء، لكنها تتفاجأ أنه أحد الأبناء وقع مثلا في هذه يعني الآفة. كيف يمكن التعامل في مثل هذه الظروف وهذه السلوكيات التي يقوم بها الأبناء؟ يعني حقيقة قد يبتلى مهما فعل مهما حصلنا ومهما حرصنا، قد تحصل بعض الأسباب المؤدية للتعاطي من طرف من أصدقاء السوء، من خضوع لضغط الأقران وغيره أو حب تجربة أحيانا. لكن دوما ما نقول عند وجود أي حالة تعاطي داخل الأسرة فالمبادر بعلاجها مباشرة. إحنا مشكلتنا أنه بعض الأسر تتساهل بهذا الأمر وتتعامل ب يعني أسلوب يعني أنه كأنه لم يحدث أي شيء داخل الأسرة، وتجاهل تام للموضوع أو قسوة زائدة في التعامل مع الحدث. فلذلك دوما ما نقول عند وجود أي حالة فنحن ننصح أولا بالمبادرة بالاستشارة واستشارة المختصين، وفي اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات هناك المركز الوطني لاستشارة الإدمان على الرقم 1955، هو المركز الوطني لاستشارة الإدمان، يقدم استشارات من خلال إخصائيين نفسيين واجتماعيين لكل حالة بما يناسبها، وبرعاية سمو سيدي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. أوقات العمل من الساعة 9 صباحا إلى العاشرة مساء. جميل. الدكتور سليمان، بعض الأسر تتجه إلى مفهوم أنه لا توعي الأفراد أو الأبناء بهذه يعني الآفة وأضرارها وما إلى ذلك، بحكم أنه إن صحت العبارة بين قوسين أنه نفتح مخهم أو عيونهم على هالشيء. هل أنت مع هذا الاتجاه دكتور، أو أنه يجب أن يكون هناك تنبيه وإيضاح أيضا للأبناء بمخاطرها ويعني الأضرار التي تحدث منها؟ حقيقة نتبع دوما في عملنا الوقائي المعايير الدولية لمكافحة المخدرات أو الوقاية من تعاطي المخدرات، والمعايير هذه تعطي لكل مرحلة سنية ما يناسبها من عمل توعوي وقائي. فبعض الأعمار فعلا لا يناسبها العرض المباشر، بل نعمل على كصغار السن، نعمل دوما على بناء الشخصية الناجحة، بناء الطفل والابن السوي من خلال إعداده يعني المجتمع بشكل عام، وبناء شخصيته من خلال بعض المهارات مثل توكيد الذات و يعني القدرة على الحوار، هذه لبعض المراحل. لكن في أعمار متقدمة كالمرحلة الثانوية أحيانا والمرحلة الجامعية لابد من إيضاح هذا الخطر بشكل صريح وتوضيحه بشكل ظاهر، لأنه خصوصا مع وسائل التواصل الاجتماعي الآن والفضاء المفتوح أصبح يعني انتشار مثل هذه الأمور ظاهرة عيانا من خلال وسائل التواصل أو يعني برامج، كثير من البرامج. جميل، كان لك من كلمة أخيرة دكتور سليمان في هذا اللقاء. إن سمحت لي، فنصيحتي الأساسية لكل أسرة في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات، فلنبدأ بأنفسنا، فلنكون قدوة صالحين داخل أسرنا هذا أولا. ثانيا، كثيرا من المتعاطين هم توجد لديهم أفكار خاطئة، فنوجدت يعني حالة تعاطي داخل الأسرة، فدوما ما نقول خلنا نستشير المختصين في الجهات المعنية مثل المركز الوطني لاستشارات الإدمان من أجل يعني العمل على مناقشة الأفكار الخاطئة لدى ابننا. بعضهم لديه أفكار أن هذه المواد المخدرة لا تؤثر، ليس لها أضرار، وبعضهم مثلا يتخوف من البرامج العلاجية والخدمات العلاجية المقدمة، أو يخطئ في أساليب تعامله مع المتعاطي داخل الأسرة. جميل، أشكرك مدير إدارة الدراسات والبحوث في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سليمان الحيدان، شكرا لك.
يعد افشاء معلومات المريض ومناداه المريض باسمه بصوت عال في اماكن الانتظار والتزاحم امام شباك الصيدليات مخالفا لحقوق المريض، وتتعهد مراكز الرعايه الصحيه الاوليه بالالتزام بحقوق المريض، ومن ضمنها معرفة المريض لاسم الطبيب أو الممرضة وعدم فحص المريض وباب العيادة مفتوح وأخذ توقيع المريض عند تنفيذ الإجراءات الصحية على نماذج الإذن الطبي. تحدث مشاهدينا عن حقوق المرضى بشكل أوسع مع ضيفنا في استديوهاتنا في جدة المختص بالتثقيف الصحي الأستاذ سلطان المطيري. أهلا بك أستاذ سلطان، مساء الخير. إذن خليني أسألك في البداية أستاذ سلطان، ما المقصود بحقوق المرضى وعائلاتهم؟ أهلا وسهلا بكم، مساء الأنوار، أحييك وأحيي مشاهدات ومشاهدي قناة الإخبارية. طبعا المقصود بحقوق المرضى، المرضى لهم حق على أسرهم وعلى أصدقائهم وعلى الفريق الصحي المعالج بالاهتمام بهم. فالمريض كما يعرف الجميع هو في حالة جسدية أو نفسية ضعيفة، ففي هذه الحال هو يحتاج إلى المساعدة حتى ينتقل من حالة المرض إلى حالة الشفاء. حقوق المرضى هي الحقوق التي تمنح للمريض وعائلته أثناء تقديم الرعاية الصحية. لماذا أضفنا وعائلته؟ لأن هنالك بعض المرضى أطفال أو كبار في السن، أو بعض المرضى ليس لديه القدرة على اتخاذ القرار فيما يتعلق بالرعاية الصحية، مثل المرضى الذين لديهم أمراض عقلية. فلهذا السبب ذكرنا بأن حقوق المرضى وعائلاتهم. جميل أستاذ سلطان، هل يحق للمريض، لو تحدثنا عن حقوق المرضى، هل يحق للمريض رفض العلاج أو العمليات الجراحية؟ طبعا من حق المريض وعائلته رفض أي نوع من أنواع الرعاية الصحية، سواء كانت رعاية صحية علاجية، جراحية، تشخيصية، مثل فحوصات الأشعة أو المختبرات. فالمريض له الحق التام في رفض أي إجراء صحي. جميل، لو تم إحضار ولكن يجب تثقيف المريض عن خطورة هذا، ولكن يجب تثقيف المريض عن خطورة هذا الرفض مع الطلب منه بالتوقيع على أنه تم تثقيفه وأنه رفض الرعاية الصحية المقدمة له. جميل، ما هو الإجراء لو تم إحضار المريض إلى المستشفى وهو فاقد الوعي ويحتاج مثلا إلى عملية جراحية ولكن لا يستطيع التوقيع مثلا للموافقة على هذه العملية، وأيضا ليس معه مرافقين للتوقيع عنه، كيف يتم الإجراء في ظل عدم إقصاء حقوق المريض؟ طبعا أي عملية جراحية أيضا الإجراءات الصحية التشخيصية أو العلاجية عالية الخطر، وهي غير العمليات الجراحية، مثل إجراءات منظار الجهاز الهضمي، مثل بعض أنواع الأشعة، مثل إجراء القسطرة المركزية الوريدية. هنا هذه الإجراءات تسمى بإجراءات عالية الخطر لأنها تشكل خطر على المريض. لهذا السبب ينبغي إخبار المريض عن فوائد هذا الإجراء وعن مخاطره، أيضا توقيع المريض على الإذن الطبي الخاص بهذا الإجراء. كما أن العمليات الجراحية أيضا نفس الشيء تحتاج إلى إذن، ولكن أحيانا قد يأتي أو ينقل المريض بسبب حالة طارئة أو بسبب حادث مروري أدى إلى فقدان الوعي للمصاب أو المريض، وأحضر المريض للطوارئ وهو فاقد الوعي، وفي نفس الوقت يحتاج إلى عملية جراحية أو إجراء عالي الخطر من أجل إنقاذ الحياة، ولكن المريض فاقد الوعي ليس لديه القدرة على اتخاذ القرار أو التوقيع، لا يوجد مرافقين مع المريض، ففي هذه الحالة يحتاج إلى وجود 2 أطباء استشاريين يحضرون إلى قسم الطوارئ، وكلاهما يوقع بأن المريض في حاجة إلى هذه العملية الجراحية أو الإجراء عالي الخطر من أجل إنقاذ الحياة. جميل، لو تحدثنا أيضا أستاذ سلطان عن أمثلة على مخالفات لحقوق المرضى في المستشفيات تحدث.
طبعا من ضمن المخالفات حقوق المرضى، اولا اجراء عمليات جراحيه او اجراءات عاليه الخطر بدون توقيع المريض. ايضا هنالك في بعض الاحيان يعطون المريض النموذج حتى يوقع، ولكن لا يتم الشرح للمريض عن اسم العمليه او اسم الطبيب الجراح او الفوائد او المضاعفات، يعطونه ورقه فقط ويطلبون منه التوقيع. هذه تعتبر مخالفه، يجب تثقيف المريض عن العمليه الجراحيه فوائدها ومضارها. ايضا هنالك اجراءات ومخالفات اخرى مثل منادات المرضى باصوات عاليه باسمائهم. بعض المرضى ينتظرون في امام العياده الخارجيه، ثم تخرج الممرضه او يخرج الممرض من العياده وينادي باسم المريض المنتظر لموعده بصوت عالي، مناداه بالاسم بصوت عالي، هذا يعتبر مخالفه لسريه المعلومات، فينبغي استخدام الارقام، ويجب الحفاظ على سرية المعلومات ومن ضمنها اسم المريض ومعلوماته الأخرى. كما أن من المخالفات أيضا التزاحم أمام شباك الصيدليات، أحيانا نجد زحام أمام شباك الصيدليات، هذا يخالف أيضا سرية المعلومات، عندما الصيدلي ينادي المريض الذي ينتظر صرف الدواء يناديه باسمه، هذه أيضا تعتبر مخالفة. كما أن الانتظار والتزاحم أمام شباك الصيدليات في مخالف لخصوصية المرضى، ويؤثر أيضا على سلامة المرضى، لأنه عندما يكون هناك تزاحم المرضى ينتظرون خلف بعض أمام شباك الصيدلية، الصيدلي يعطي معلومات للمريض عن كيفية استخدام الدواء، قد تكون هذه المعلومات حساسة والمريض لا يريد أن يعرف المرضى الآخرين ويسمعون ماذا يقول له الصيدلي، فهنا حصل تجاوز لسرية المعلومات وللخصوصية. كما أن أيضا بعض أثناء وقت الزيارة يحضر الزوار ويلتقون بالطبيب ويسألون الطبيب المعالج عن حالة المريض الصحية، فإذا يجب على المريض أو يحق للمريض أن يحدد المعلومات التي تعطى للزوار، ليس كل زائر يسأل تعطى له معلومات عن حالة المريض الصحية، فمن حق المريض أن يحدد الشخص أو القريب الذي تعطى له المعلومات. كما أن أحياناً بعض الممارسين الصحيين من أطباء أو تمريض يقومون بإجراءات صحية وباب العيادة مفتوح والآخرين يشاهدون، فهذه تعتبر مخالفة لخصوصية المرضى. كما أن أيضا أثناء نقل المرضى أحيانا نشاهد ملف المريض على بطن المريض أو على جسم المريض، والاسم مكتوب على ملف المريض والكل يقرأ في الممرات أنه هذا المريض اسمه وكذا، وفي الحالة هذه يعتبر أيضا مخالفة لسرية المعلومات. كما أنه لا يحق لجميع الممارسين الصحيين الاطلاع على معلومات المريض، المخول بالاطلاع وفتح ملف المريض هو الفريق الصحي المعالج فقط، الطبيب الممرض الأخصائي العلاج الطبيعي كمثال، ولكن لا يحق لأي ممارس صحي في المستشفى أن يأتي ويفتح ملف المريض. أشكرك المختص بالتثقيف الصحي الأستاذ سلطان الطيري من استديوهاتنا في جدة، شكرا لك. بعد 20 عاما في نشاط النشر الإلكتروني، أغلقت صحيفة فيفا أونلاين الإلكترونية لعدم القدرة على الوفاء بالاشتراطات الجديدة للإعلام المرئي والمسموع، وذلك تجنبا للعقوبات الكبيرة التي أعلنتها الهيئة، وذلك بعد انتهاء مهلة 45 يوما. يضم معنا مشاهدينا عبر الهاتف مؤسس صحيفة فيفا أونلاين أستاذ جابر الفيفي. أهلا بك أستاذ جابر، مساء الخير. خليني أخذ معك في البداية عن يعني ليش ما قدرت تأخذ الرخصة والاشتراطات اللي أعلنت عنها هيئة الإعلام المرئي والمسموع؟ أولا حياك الله والله يعطيك العافية، وشكرا لك على تواصلك مع الجميع في كل المجالات، يعني ولا شك أنه هذا هو دور الإعلام. نعم. بالنسبة لسؤالك يا عزيزي، والله أنا يعني ما أستطيع حقيقة، أنا وغيري يعني كثيرون من أصحاب الصحف الإلكترونية ما يستطيعون القيام بالشروط الموجودة الآن. وش أبرز الشروط اللي ما تقدرون تسوونها أو ما قدرتوا تسوونها؟ والله أولا المقر، أنت تحتاج إلى مقر، تحتاج إلى موظفين، تحتاج إلى سجل تجاري، تحتاج إلى رخصة بلدية، تحتاج إلى يعني محررين ذات يعني احترافيين، وهذه الأمور يعني صعب توفيرها حقيقة، تكلف أولا مبالغ، ثانيا
تكلف جهد وجهد ومال. ودعني في البداية يعني أنا أتفق مع التنظيم والإصلاح، وهذه مواكب لرؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الله يحفظه. التصحيح شيء مطلوب، والترتيب ومشي الأمور على يعني طريقة صحيحة أمر لا نختلف عليه. لا. ولكن حقيقة هذه المؤسسات هي قائمة على مجهودات فردية ومتطوعين وبعض الداعمين، يعني بعض هناك داعمين يعني بسيطين يؤمنون بأهمية الإعلام وأهمية دوره في المجتمع في الدولة بشكل عام. فكلنا نعلم أن الإعلام مهم يعني لأي مؤسسة ولأي دولة ولأي شخص في هذا المجتمع. جميل. وهذه الصحف يا أستاذ أحمد كانت حقيقة كانت تقوم بدور اجتماعي رائع وبدون أخطاء، يعني ما في أي أخطاء، ماشية على ما يرضي الله ثم يرضي توجهات الدولة وتوجهات المجتمع بشكل عام، ما فيها أي شيء خطأ يعني على أساس ننظمها بهذه القوة التي يعني تقف حائلا دون بقائها في هذا الكون وهذا الواحد بالوشيء. يعني أستاذ جابر، كان عندكم ترخيص من السابق من الهيئة لكن الاشتراطات الجديدة لم تستطيعوا الإيفاء بها. نعم صحيح. يعني جميل. 20 عام أستاذ جابر، يمكن البعض يقول لك والله 20 عام 20 مو أعوام ليست بالبسيطة والسهلة. لم تستطع فيفا أونلاين جذب المعلنين أو المستثمرين أيضا في هذه الصحيفة؟ كلام سليم وجيد، سؤال في محله. للأسف الشديد أنت تعرف أنه أي يعني عمل فردي ما يكون له يعني ذيك الأهمية عند الناس، يعني خاصة المعلنين. نعم. مع أنه يعني القراء يعني كثر الحمد لله والمواضيع كثيرة، ولكن للأسف ما استطعنا يعني أولا ما أدري يعني عدم قناعة الناس رجال الأعمال أشياء زي كذا، ما عندهم يمكن قناعة في هذا المجال. يعني اللهم عندك جوجل، هذه أعلانات جوجل الأشياء هذه، وهذه يعني تعرف أنها يمكن تجيب لك في الشهر 500,000 ريال، حاجة يعني ما تسوي لك شيء يعني، وأنت تحتاج إلى مادة دسمة، تحتاج إلى محرر محترف، تحتاج إلى شغلات يعني حتى تبلغ إلى دعم من الدولة أيضا، توجه المصادر الإعلاميين إلى. هل تواصل معكم أحد من الهيئة، هيئة الإعلام المرئي والمسموع فيما يتعلق بصحيفتكم؟ من أي ناحية طالبك؟ يعني بعد هذه الإجراءات هل هناك يعني كان اجتماع أو يعني سمع مرئياتكم مثلا فيما يتعلق بهذه القرارات؟ أنا بنفسي راجعت المؤسسة، وخلنا نعود للوراء قليلا. أنا عضو في هيئة الإعلام الإلكتروني، فكنا يعني في عهد وزير الإعلام خوجة كلف 11 نفر منهم أنا بصياغة قوانين و ارشيف وأنظمة وتأسيس مقر وتأسيس لهيئة لجمعية الإعلام الإلكتروني، ولكنه غادر دون أن نكمل، يعني حتى أن الإعلاميين سبق وأخذنا منهم مبالغ كرسوم وهي موجودة الآن في البنك، وجاء بعده وزير ووعدنا خير، ولكن كل هذه ما تحركت. تفاجأنا بالقرارات الجديدة بما فيها إلغاء المسميات يعني المناطقية أو شيء زي كذا، ثم بعد ذلك جاء التنظيم الجديد مقر وكذا. فأنا بنفسي راجعت الوزارة وتحاولت معهم يعني في بعض الأمور، ولكن للأسف يعني كان القرار قد صدر وانتهى الموضوع يعني في هذا الأنظمة والقوانين. أشكرك إذن الكاتب الصحفي وأيضا مؤسس صحيفة فيفا أونلاين جابر الفيفي، شكرا لك. ما تزال النفايات المنزلية في المملكة غير مستثمرة في ظل حجمها الذي يبلغ نحو 15 مليون طن سنوياً،
نظرا لما تنتجه الأسرة الواحدة من هذه النفايات بمعدل كيلوين أو كيلوين من الجرام يوميا. لمزيد من التفاصيل حول هذه النفايات مشاهدينا التقرير التالي. النفايات المنزلية التي تساوي مليارات الريالات وتعتبر في دول أخرى من روافد الاقتصاد ما زالت غير مستثمرة في المملكة فضلا عن كونها تشكل عبئا بيئيا. كل نوع من النفايات يدر أموالا بالتدوير. النفايات الغذائية قابلة للتحويل كسماد، المواد الصلبة كالبلاستيك والزجاج لها أسواق عالمية تحدد قيمتها. نسبة النفايات المتواجدة في منازلنا عادة تكون 20% من المشتريات اللي نشتريها، اللي هي عبوات بلاستيك والتغليف الألمنيوم، كل هذه المشتريات حتى أكياس الزبالة الله يكرمكم، كل هذه تعتبر نفايات في الأخير ترمى، كلها نقدر أن نعيد تدويرها. نعلم أطفالنا انتمائهم للمجتمع، أهدافهم البيئية المستقبلية، لأن هذا لهم والأجيال اللي بعدهم. بحسب المركز الوطني لإدارة النفايات، فإن حجم النفايات المنزلية في المملكة يبلغ نحو 15 مليون طن سنويا. تشير بعض التقديرات إلى أن متوسط ما تنتجه الأسرة الواحدة من النفايات في السعودية يبلغ نحو كيلوين جرام. معدل النفايات اليومي تقريبا في حدود الكيلوين، فأنت إذا تكلمت عن الأسرة وأنت تتكلم تقريبا في حدود 9 مليون أسرة في المملكة العربية السعودية، فتسعة مليون ضرب كيلوين تتكلم عن 18 مليون كيلو في اليوم بالفعل أنها مفقودة من الأسر أنفسهم، فلابد من وضع آلية تخدم الوضع البلدي. طبعا السبب الرئيسي بعدم اهتمام الناس وبالنسبة لي أنه بفرز النفايات أو الاستفادة منها ماديا، أول شيء طبعاً الحاويات الحالية المتوفرة في الأحياء ما فيها نوع الفرز. التوجه الحكومي في المملكة يستهدف بأن تكون النفايات واحدة من مصادر إنتاج الكهرباء. في محافظة الأحساء نجحت الأمانة في إنتاج 1100 كيلو واط يومياً من عمليات التدوير، وهي أول تجربة تطبق في مردم للنفايات داخل المملكة. سلطان الطولاني، الإخبارية، الدمام. فعلت جامعة أم القرى اليوم العالمي للطفل عبر ملتقى الجودة في الطفولة المبكرة، وذلك تحت شعار مستقبل واعد، وذلك في إطار مسؤولياتها المجتمعية تجاه تمكين الطفولة السوية وتنمية الموارد البشرية والكوادر التخصصية في مجال الطفولة المبكرة. الحديث أكثر تنضم معنا هاتفيا وكيلة كلية التربية بجامعة أم القرى دكتورة بوسينة الغامدي. أهلا بك دكتورة بوسينة، مساء الخير. خلينا نتحدث عن هذه الفعالية وكذلك أبرز المواضيع التي كانت في هذه الفعالية. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا وأحيي فريق عمل قناة الإخبارية. أشكر لكم التغطيات الإعلامية المميزة والمعهودة عن قناتكم. نعم ولله الحمد، تم يوم أمس تفعيل اليوم العالمي للطفل، حيث أقام قسم رياض الأطفال في كلية التربية وبالتعاون مع إدارة العمل التطوعي ملتقى جودة الطفولة المبكرة مستقبل واعد. جاء هذا الملتقى برعاية ودعم رئيس جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، وافتتح الملتقى نيابة عن سعادة الرئيس وكيلة الجامعة للطالبات سعادة الدكتورة وردة بنت عبد الله الأسمري، وبحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية سعادة الدكتور عامر بن عوض الزايدي. حظي الملتقى بحضور اللافت ولله الحمد من قيادات ومتخصصين وأكاديميين وأولياء أمور الأطفال من كافة فئات المجتمع. صاحب الملتقى معرض للأركان التفاعلية للأطفال، إضافة إلى قسم للاستشارات التربوية والتوعية لأولياء الأمور
ولكل من هو مهتم بتربية الطفل. طرحت فيه موضوعات بينية ومحاور متباينة تدور في فلك جودة الطفولة المبكرة. حقيقة جاء هذا الملتقى انطلاقا من أهداف ورسالة جامعة أم القرى التي تسعى إلى تحقيق وتعليم متميز في المجالات المتخصصة في الطفولة المبكرة. قدم في هذا الملتقى 10 موضوعات متنوعة ما بين علمية وتثقيفية وتوعوية، تطرق المشاركون فيها إلى حقوق الطفل والقضايا المعاصرة وجودة التربية وتحديات الحماية في عصر التقنية والجودة في عمارة وتصميم بيئة الطفل، إضافة إلى التفكير الناقد لوعي وحصانة الطفل ودور الألعاب الإلكترونية في تعزيز تعليم الطفولة المبكرة وجودة تعليم الطفولة المتمثلة في تجربة STEM. كذلك لم يغفل الملتقى عن التوعية بتلك الفئة التي تحتاج إلى رعاية خاصة كفئة الموهوبين في الطفولة المبكرة وكذلك فئة اضطرابات صيف التوحد. جميل، أنا أشكرك وكيلة كلية التربية بجامعة أم القرى الدكتورة بوسينة الغامدي، شكرا جزيلا لك. لأن مشاهدينا وقفة مع أبرز الأخبار الرياضية والزميل مسفر القراشي. مساء الخير مسفر. مساء النور أحمد، شكرا، يعطيك العافية. أهلا بكم إلى الموجز الرياضي. أعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عن تقديم مكافأة مالية للاعبي فريق الهلال، وأشار حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر إلى أن وزير الرياضة قرر تقديم مبلغ 200,000 ريال مكافأة مالية لكل لاعب في الهلال بمناسبة التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2021. تسلم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل من رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان آل خليفة الكرة التي أطلقت بها المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، وأعرب المسحل عن شكره لهذه اللفتة من آل خليفة موضحا أنه سيقوم بإهداء هذه الكرة للاعب ناصر الدوسري تكريما له لدخوله تاريخ نهائيات البطولة بعد تسجيله الهدف الأسرع. ومن المقرر أن يتم التنسيق خلال الأيام القادمة بين اتحاد القدم ونادي الهلال لتسليم الكرة للاعب. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تحديد يوم الاثنين 29 من نوفمبر الجاري موعدا لسحب قرعة كأس العالم للأندية 2021 التي تحتضنها الإمارات مطلع العام المقبل، ومن المنتظر أن تكتمل الفرق المشاركة السبت الذي يشهد نهائي أمريكا الجنوبية بمواجهة بالميراس وفلامينغو البرازيليين. يتطلع ضمك لتأكيد حضوره في صدارة ترتيب الدوري المحترفين، وذلك عندما يحل ضيفا على الفتح في افتتاحية منافسات الجولة 13 من المسابقة. يتطلع ضمك لاستغلال الحالة الفنية السلبية للفتح والخروج بنقاط المواجهة قبل فترة التوقف القادمة لمنافسات الدوري بسبب مشاركات الأخضر في كأس العرب. أما الفتح فيسعى لتحقيق انتصار معنوي يساهم في استقرار الفريق بعد سريان أنباء عن رغبة الإدارة بإقالة المدرب البلجيكي بعد النتائج السلبية التي قادت الفريق للتراجع للمركز 12 برصيد 12 نقطة. وفي العاصمة الرياض يستضيف الشباب نظيره الرائد في مهمة استعادة نغمة الانتصارات بعدما فرط الفريق بفوز ثمين كان سيقوده لاعتلاء صدارة لائحة الترتيب من أمام الفيصلي في الجولة الماضية. أما الرائد فيتطلع لتأكيد أفضليته واستحقاقه للحضور بين فرق المقدمة، وذلك بعد تقديمه نتيجة إيجابية في المباراة الأخيرة أمام النصر.
وفر الشباب 3000 تذكرة مجانية لجماهير فريقه أمام الرائد على استاد الملك فهد الدولي. وطبقا لحساب النادي في تويتر، تكفلت الإدارة الشبابية بعدد 2000 تذكرة مجانية، وذلك تثمينا للحضور الكبير لجماهير الفريق في المباريات الماضية. وأتمنت الاستمرار بموازرة لاعبي الفريق، بينما تكفل جمال باجندوح وتشيلي إيغور ثنائي الفريق ب 500 تذكرة لكل منهما. كشفت تقارير صحفية عن مصير الفرنسي غوميز مهاجم الهلال من الاستمرار مع فريقه خلال الفترة المقبلة، وفقا لما ذكر في إحدى البرامج التلفزيونية التي أكدت أن نهائي آسيا كان بمثابة المباراة الأخيرة لغوميز مع الهلال على المستوى القاري نظرا لرحيله بنهاية الموسم الجاري. وكان غوميز قد أكد في وقت سابق أنه يسعى لبذل قصارى جهده في الستة أشهر الأخيرة المتبقية من عقده، موضحا أنه يتمنى الفوز بجميع الألقاب المقبلة. أمهلت إدارة نادي النصر اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله 4 أيام لدفع الشرط الجزائي في عقده. وأشارت مصادر صحفية أن قيمة الشرط الجزائي تبلغ 84 مليون ريال. من جانبه أفادت مصادر صحفية أخرى أن فسخ التعاقد كان بسبب رسائل موثقة مرسلة من المهاجم المغربي لأحد الإداريين بالنادي، حيث تلفظ عليه بألفاظ لا تليق، وبناء عليه تم إنهاء عقد اللاعب. هذا كل ما في الرياضة، أعوديكم إلى أحمد وما تبقى من نشرة النهار. إليك أحمد. يعطيك العافية. الله يعافيك. العفو. أهلا بكم. فاز شاب سعودي في مسابقة بلدية ساو باولو في البرازيل، وذلك بعد مشاركته بمكتبته الصغيرة. الشاب إبراهيم علي أحد المهتمين بالمكتبات وأيضا الكتب القديمة، وكذلك يعد أحد المستثمرين في البرازيل. ينضم معنا عبر سكايب مشاهدينا المستثمر في البرازيل والفائز أيضا بهذه المسابقة من بلدية ساو باولو، المستثمر إبراهيم علي. أهلا بك إبراهيم، مساء الخير، نبارك لك الفوز بهالجائزة في المكتبة إبراهيم. أهلا وسهلا حبيبي، حياك الله إبراهيم. خلني أبدأ معك. جميل إبراهيم، خلني أبدأ معك في تفاصيل القصة. يعني كان في مكتبة موجودة أو إعلان عن مكتبات، أو كيف كانت المسابقة بالضبط؟ المكتبة طبعاً كانت موجودة من 4 سنين تقريباً في البرازيل، 6 سنوات ما شاء الله، لها فترة يعني كبيرة. لكن بخصوص بمناسبة المسابقة اللي حصلت في بلدية ساو باولو، كانت بلدية ساو باولو تبحث عن أماكن مختلفة تجذب، فتم اختيار أنا شاركت، تم اختيار إبراهيم. واضح أنه في مشكلة في الصوت وفي الصورة بينه وبينك، إن شاء الله أنه تنحل هالمشكلة. فيما يتعلق بوجودك في البرازيل يعني إبراهيم، واهتمامك بالكتب، شلون نقدر نجمع بين الثنتين؟ كيف إبراهيم اهتم بالكتب القديمة وأيضا أثناء وجوده في البرازيل؟ طبعا أنا وصلت البرازيل 2015، كانت تجارة بحكم من البرازيل. كان عندي شغف كبير من أول بحكم الكتب ومجال الكتب، فشفت الشعب البرازيلي بخصوص الكتب، يعني القارئ البرازيلي يقرأ 5 كتب في السنة،
جاد اصدارات ربيه قديمه، فدخلت هذا المجال تعمقت. ابراهيم انا اعتذر منك ابراهيم انه في اشكاليه في الصوت، يبدو انه ما يعني الحظ ما حالفنا معك. انا اشكرك ابراهيم علي المستثمر في البرازيل، شكرا لك على وجودك معنا في نشره النهار. بهذا مشاهدينا نصل واياكم الى نهايه نشره النهار لهذا اليوم، وكالمعتاد هذا تذكير بأبرز عناوين النشرة. طلاب وطالبات المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام ينهون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول حضوريا وعن بعد. بعد توقف أعمالها لسبع سنوات، اتحاد الغرف التجارية السعودية يعيد تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام. بعد 4 أيام دخول فصل الشتاء في المملكة واستمرار الحالة المطرية على عدد من المناطق. ارتفاع أسعار المياه في محافظة ميسان في الطائف وتتراوح بين 240 و360 ريالا. بعد مشاركته بمكتبته الصغيرة، الشاب إبراهيم علي يحصل على جائزة مسابقة بلدية ساو باولو في البرازيل. شكرا لمتابعتكم نشرة النهار لهذا اليوم، نلتقيكم في الغد بإذن الله في نشرة أخرى. على رأس الساعة القادمة تتابعون عين الخامسة والزميل إسماعيل الملس. إلى اللقاء.